سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته مشاهدينا الكرام أينما تكونوا، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الصحافة اليوم. هذا البرنامج الذي نستعرض فيه أبرز المواضيع والقضايا الخاصة بالشأن اليمني والتي تناقلتها الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية بجولة استعراضية في أبرز المواضيع والقضايا التي طلعتنا بها الصحف والمواقع الإلكترونية. البداية من وكالة الثاني من ديسمبر والتي طالعتنا بالعديد من المواضيع وأيضا الأخبار الخاصة بالشأن المحلي، وأكيد التركيز على جبهة الساحل الغربي. أولى الأخبار في الثاني من ديسمبر، مواطنون معظم من شاركوا الحوثيين في احتفالات الولاية في الحديدة خرجوا تحت التهديد، وأيضا مصرع 10 وأسر 13 من عناصر الميليشيا الحوثية جنوب مأرب. دراسة تعطيل الميليشيا الحوثي لبرامج الحماية الاجتماعية رفع معدلات الفقر والحرمان، وأيضا إصابة مواطن وعطاب جرار زراعي بانفجار لغم حوثي في الضالع. إلى موقع منبر المقاومة والذي طالعنا بالعديد من المواضيع وأيضا العناوين. الأعياد الطائفية استعراض حوثي يقفز على معاناة سكان صنعاء. ميليشيا الحوثي تستهدف بنيران أسلحتها المتوسطة منطقة الجبلية في التحيتة. القوات المشتركة تحسم اشتباكات جديدة داخل مدينة الحديدة وشرق الجاح وتكبد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة. طبعا ويشير الموقع إلى عديد الاشتباكات والخروقات التي قامت بها ميليشيات الحوثي بهدف تغيير الوضع في الحديدة، والتي فشلت في كل محاولاتها حسب تأكيدات الإعلام العسكري. أيضا هناك صنعاء، الفساد والعبث الحوثي يفاقم كارثة السيول ومعاناة المواطنين. وفي الصورة طبعا لأحد الأنفاق المرورية في العاصمة صنعاء وهو ممتلئ بالمياه، وطبعا صنعاء شهدت غرق الكثير من المواطنين سواء في العاصمة أو خارج طبعا العاصمة صنعاء. إلى وكالة خبر، حجة الأمطار تلحق أضرارا بالغة بقلعة القاهرة واتهامات للحوثيين بالإهمال وطمس الهوية. هذا الخبر في تفاصيله، اتسعت رقعة الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها معظم مناطق اليمن لتضرب المدن التاريخية والمواقع والمعالم الأثرية في معظم أرجاء البلاد، بينها القلاع، وسط صمت وإهمال الجهات المعنية. على ذات السياق أيضا خبر آخر، تهدم أكثر من 111 منزلا في مدينة صنعاء القديمة. وفي التفاصيل، قالت اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم المختطفة بيد ميليشيات الحوثي في مناشدة وجهتها إلى الأمانة العامة لمنظمة اليونسكو في باريس، إن حصيلة المنازل المتهدمة والمتضررة خلال الأسابيع الماضية بلغت أكثر من 111 منزلا ما بين انهيار جزئي وكلي. خبر آخر، دراسة اقتصادية، 300 ألف فرد من المهمشين شردتهم ميليشيات الحوثي من مساكنهم. وأيضا المرصد الأورو متوسطي يطالب ميليشيا الحوثي الكشف عن مصير امرأة أخفتها قسرا. وفي تفاصيل هذا الخبر، طالب مرصد دولي مهتم بحقوق الإنسان ميليشيا الحوثي الإرهابية الكشف عن مصير امرأة أخفتها قسرا منذ عامين ونيف وتعرضها للتعذيب والتعنيف. وقال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف في بيان صحفي يوم الأحد، إن السيدة خالدة محمد الأصبحي تم اختطافها في مايو من العام 2018 من أحد شوارع صنعاء وهي في طريق عودتها من المستشفى برفقة حفيدها. وأوضح المرصد تعرض المرأة لإهمال صحي خطير وسط ظروف معيشية قاسية ومهينة دون مراعاة وضعها الصحي الخاص، ولفت إلى تعرض نساء أخريات محتجزات معها للضرب والتعذيب والعنف اللفظي. وخبر آخر أيضا في وكالة خبر، تعز اشتباكات مسلحة بين عصابتي غدر وغزوان وسقوط قتلى وجرحى. إلى موقع عدن الغد وفيه نقرأ، جريفيث إلى الرياض لإقناع الحكومة بالمسودة الأممية للسلام. وفي تفاصيل هذا الخبر، يعود المبعوث الأممي الخاص اليمن مارتن جريفيث الاثنين للعاصمة السعودية الرياض لإقناع الحكومة اليمنية بالموافقة على المسودة الأممية لوقف إطلاق النار وفق مسؤول أممي.
وقال المسؤول الأممي للأناضول إن جريفيث يصل الرياض الاثنين في زيارة غير معلنة أو محددة المدة لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية لم يحددهم. إلى موضوع آخر، أيضا السيول تجرف ما تبقى من صنعاء التاريخية، وخبر آخر، الحوثيون يفشلون مساعي أممية لصيانة خزان صافرة النفطي في البحر الأحمر. وفي إطار الحملة الواسعة ضد المتلاعبين بأسعار صرف امتثال شركات الصرافة لتعليمات البنك المركزي اليمني، انهيار جدار منزل وتضرر سيارات مواطنين في كريتر. في موقع نيوز يمن نقرأ: الحوثي وتجمعات خرافة الولاية، تقديم اليمنيين قربانا لفيروس كورونا. وأيضا قالوا إنه تعزيرا لداعشيته، الذراع الإيرانية تمثل بجثة أسير بعد قتله. تفاصيل استعادة أبناء القبائل زمام المعركة الكبرى في قيفا البيضاء. وخبر آخر: برقية ملكية تعرف اليمنيين بوفاة 3 منهم في البحرين. وفي تفاصيل هذا الخبر، بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين برقية عزاء في وفاة 3 يمنيين من المقيمين في المملكة بفيروس كورونا. وقالت السفارة اليمنية في البحرين أن الدكتور علي حسن الأحمدي سفير اليمن في المنامة تلقى برقية من آل خليفة أبلغه فيها خالص تعازي في وفاة 3 يمنيين من المقيمين في المملكة بفيروس كورونا، محملا إياه نقل تعازيه لأقارب أهالي المتوفين. وخبر آخر: مواطنون العاصمة يسخرون من مزاعم الحوثي الربط بين غزارة الأمطار وهيئة الزكاة الخاصة بهم. وخبر آخر: مصدر في القوات المشتركة لنيوز يمن: قافلة إغاثة للدريهمي من الصليب الأحمر. إلى صحيفة الشرق الأوسط، وفيها نقرأ: بادي للشرق الأوسط، الحديدة قد تشهد أشد مما حدث في مرفأ بيروت، الحوثيون يرفضون خطة أممية لتقييم صافر وإصلاحها. وخبر آخر في ذات الصحيفة: ارتفاع منسوب المياه في السدود ينذر بحدوث فيضانات في السودان. يبدو أن الأمطار الغزيرة لا تشهدها فقط بلادنا بل المنطقة ككل. إلى موضوع آخر: أوامر حوثية تمنع الاختلاط في جامعة صنعاء وتحدد شروط الحشمة. وخبر آخر: اليمن يتهم الانقلابيين بتبديد الموارد العامة لإحياء طقوس إيرانية. وآخر الأخبار من صحيفة الشرق الأوسط: سجناء محافظة إب ينددون بقمع الميليشيات، اتهامات للجماعة الحوثية بارتكاب 12,000 حالة اختطاف خلال عام. الآن استعراض سريع لما تضمنه موقع قناة اليمن اليوم على شبكة الإنترنت. يمكنكم دائما زيارة موقعنا الإلكتروني على شبكة الإنترنت من خلال الرابط www.yemantdy.tv. تجدون الكثير من الأخبار والمواضيع الخاصة بشأن المحلي أو العربي، وأيضا اقتصاد ورياضة وتكنولوجيا ومنوعات وآراء والكثير من المواضيع، إضافة إلى آخر الأخبار والمستجدات. في الخاص أو القسم الخاص بشؤون المحلية تقرؤون: اشتباكات عنيفة بين قبليين وعناصر ميليشيا الحشد الإخوانية في تعز، والقوات المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت قرى سكنية في الجاح. أيضا في قسم العربي والدولي تجدون أخبار: طالبان مستعدة لمحادثات السلام بعد الإفراج عن السجناء، واجتماع لمجلس الأمن القومي اليوناني وسط توتر مع تركيا. وفي الأزمة اللبنانية وتداعيات الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت، وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود تقدم استقالتها. وأيضا في بيروت، قوات الأمن تعزز حضورها في مدخل مجلس النواب. في الاقتصاد أيضا، الشركات الألمانية تتوقع قيودا على الحياة لثمانية أشهر ونصف أخرى، واحتياطات روسيا الأجنبية تقفز ب 23 مليار دولار وتقترب من مستوى تاريخي. أيضا الليرة التركية تعاود الهبوط وتوقعات بانكماش اقتصادي، وباريس تستضيف مؤتمر المانحين، والكثير من
الأمور التي خرج بها هذا المؤتمر، وأيضا أن الدعم كما أسلف المؤتمر بأنه مشروط وليس على شيك أبيض أو على ورقة بيضاء. في القسم الخاص بالرياضة وكل من يهتم بالرياضة وأيضا الكرة العالمية، برشلونة يرمي شباكه حول نجم مانشستر سيتي ويعده بدور كبير. وفي تفاصيل هذا الخبر، ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن البرتغالي برناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي الإنجليزي دخل دائرة اهتمام نادي برشلونة الإسباني من أجل اللعب في صفوف البلوغرانا خلال الموسم المقبل. وقالت الصحيفة البريطانية إن النادي الإسباني سيحاول إغراء صانع الألعاب البالغ 26 عاما بعرض دور مهم له في الفريق خلال الموسم المقبل من أجل إقناعه باللعب في صفوف فريق كامب نو والتوقيع معه. أيضا خبر رياضي آخر، بيرلو يبدأ تحركاته في سوق الانتقالات نحو نجم ريال مدريد. طبعا بيرلو هو المدرب الجديد ليوفنتوس. وفي التفاصيل، أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الأحد بأن أندريا بيرلو المدير الفني الجديد ليوفنتوس الإيطالي يرغب بضم فرانشيسكو إسكو نجم ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وأشارت الصحيفة إلى أن بيرلو كان قد طالب إدارة يوفنتوس بالتعاقد مع إسكو البالغ 28 عاما في صيف 2019. في التكنولوجيا، أبل تحارب تطبيق وصفات بسبب الأجاص. وأيضا خبر آخر، الأمم المتحدة الجرائم الإلكترونية تشهد زيادة حادة أثناء الوباء، والمقصود هنا وباء كوفيد 19 فيروس كورونا. أيضا في خانة منوعات، بعد 30 سنة الشرطة البريطانية تعيد التحقيق في جريمة محيرة والإعلان عن نتائج أولويات الشباب العربي هذا الشهر. كما تجدون أيضا في موقعنا على القناة العديد من الآراء لعديد الكتاب، وأيضا يمكنكم الاطلاع على نشراتنا الإخبارية وأيضا على مقاطع الفيديو وتقارير، وأيضا مشاهدة برامجنا لمن فاته البث المباشر. الاحتفال بيوم الولاية مقال للكاتب مصطفى نعمان كتب فيه: يوم الغدير مناسبة لا تعني ولا تهم أغلبية اليمنيين، وكان من الممكن أن تمر مرور الكرام لولا أن إصرار الحوثيين على جعلها مناسبة وطنية مفروضة على الخلق صارت تثير قلقا عند الناس من نموذج جديد لم يعهدوه وحتما لن يقبلوه وسيزول بزوال سيطرتهم على السلطة. استخدام القوة وقصر الناس على المشاركة في المناسبات الخاصة مع كل التبجيل للإمام علي كرم الله وجهه، ولكني أدرك أن القضية تحولت إلى فعل سياسي لحشد الناس وحشو جماجمهم بما لا يعود بالنفع عليهم مهما حاولت قيادات الحوثيين القول بغير ذلك. الجهل الذي يدير المشهد ويتغافل عن الاحتياجات العاجلة والحيوية، فصار من غير المقبول إنفاق المال سواء كان عاما أو خاصا على مناسبة لا تهم أغلبية المجتمع ولا تعود عليه بالنفع في الوقت الذي يعاني فيه البلد من الكوارث الطبيعية وتلك التي صنعها التخلف الإنساني والتعصب المذهبي والفكري. كيف لو كان الحشد القسري وما تم إنفاقه لجلبه مواجها لإنقاذ صنعاء القديمة وتنظيف المدينة والشوارع؟ هنا يكمن الفرق الجوهري بين الحكم الذي يهتم بالوطن وذلك الذي يهتم بالمذهب وأساطيره. في موضوع آخر، ذكرته الكثير من الصحف والمواقع الإلكترونية وأيضا شهد الكثير من التحركات في الأيام الماضية، الحوثيون يرفضون خطة أممية لتقييم صافر وإصلاحها والحكومات تحذر من كارثة أسوأ من كارثة مرفأ بيروت. طبعا خلال الأيام الماضية كان هناك بيان استنكار من الإدارة الأمريكية موجه ضد الحوثيين، واتهم الحوثيين صراحة بأنهم يعرقلون وصول الفريق الأممي الذي كانوا قد أبدوا الموافقة عليه قبيل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهذا الشأن. الكثير من المحللين قبل تلك الجلسة تحدثوا أن الموافقة الحوثية التي سبقت قرار مجلس الأمن ما هي إلا لامتصاص غضب المجلس أو ما يمكن أن يصدره مجلس الأمن حينها. فهل أمن الحوثي العقوبة؟ فبدأ بإساءة الأدب. لمناقشة هذا الموضوع يسرني أن يكون ضيفي عبر الهاتف الأستاذ أنور الحميري نائب رئيس الهيئة العامة لحماية
البيئة، لكن قبل ذلك دعونا نتوقف مع فاصل قصير. أستاذ أنور، أهلا بك أولا على شاشة اليمن اليوم. أهلا بكم أخي العزيز. إذا الحوثي يتراجع عن ما كان قد أبداه للأمم المتحدة من تعهد بأنه سيسمح للفريق الأممي، صافر الآن هناك إدانة من الإدارة الأمريكية، وأيضا الحكومة اليمنية تحذر من كارثة ستكون ربما أسوأ من كارثة بيروت. نعم أخي تعليقك. معروف تعليقه. طبعا المعروف ان الحوثيين في كل الاتفاقات، سواء كانت اتفاقات تهم اليمن بشكل عام او تهم الجوانب البيئيه والكوارث الاخرى، هم دائما يخلقون ويتراجعون في ما يتم الاتفاق عليه. بالنسبه للسفينه العائمه صافر، كانت هناك اكثر من مره المفاوضات مع الحوثيين في عمليات إنزال فنيين تابعين للأمم المتحدة لكي يقوموا بعمليات فحص هذه السفينة. المعروف أن هذه السفينة هي كانت عبارة عن ناقلة في بداية صنعها، ثم تحولت في عام 88 إلى عبارة عن خزان يعني تابع لشركة صافر لتجميع البترول وتصديره. إلا أنه في عام 2015 كما هو معلوم، عندما سيطر الحوثيون على الحديدة ومينايا وما فيها، ظلت هذه السفينة بدون أي إصلاحات وظلت راكدة في البحر. والمعلوم والجميع يعلم أن أي سفينة أو أي أشياء في البحار أو كذا لابد لها من عملية صيانة دائمة بسبب ملوحة المياه، وكذلك المياه تؤثر على أي صناعة ما بالكم السفينة. وهذه السفينة معروف انها صناعه قديمه، يعني من عام 1976، وهذه الصناعه معروف ان البدن حقها يعني يعتبر بدن مفرد، ليست من النوع الجديد الذي يتحمل الصدمات او الهجمات الذي صنع مؤخرا. فظلت هذه السفينه هناك، وقد علمنا يعني قبل اشهر قيل لنا، لان لا نستطيع ان اتاكد من ذلك، ان هناك مياه دخلت الى غرفه المحركات الناقله وحصل تسرب في نظام التبريد، مما جعل مجلس الامن التابع للامم المتحده يتحرك في هذه المساله. وفعلا تمت جلسات مجلس الامن وتمت لقاءات ايضا مع الاطراف هناك، لكن للاسف الحوثيين يماطلون ويحاولون ان يستغلون هذه استاذ انور أستاذ أنور طبعا سماح الحوثيين لوصول فريق من الأمم المتحدة لم يكن هو الأول، قبل ذلك في عام 2019 في أغسطس بالتحديد كان الحوثيون قد سمحوا أيضا بوصول الفريق، وقالوا أنهم سيسمحوا للفريق، وبعد ذلك عادوا قبل أن يتوجه الفريق بليلة واحدة بعد أن وصل الفريق الأممي جيبوتي. لماذا لم تأخذ الأمم المتحدة ضمانات على الحوثيين هذه المرة في تعهداتهم، وهم الذين نقضوا عهد على ذات الموضوع مع الأمم المتحدة سابقا؟ أخي العزيز، هذا هو ديدنهم الحوثيين في ذلك، ولا أدري أنا يعني هذا السؤال يوجه لممثل الأمم المتحدة جريفيث والأمم المتحدة نفسها، لماذا فعلا لا تأخذ هذه الضمانات؟ نحن طالبنا كثيرا، طالبنا كحكومة يمنية، لأنه ليس بيدنا أي شيء بسبب أن هذه النقلة لا تقع في إطار الشرعية، وإنما في إطار الحوثيين، وهم يستخدمونها كما ذكرنا ورقة ضرب، وبالتالي كل مرة ينقضون ما اتفق عليه، وكما ذكرتم أنهم ينقضون بنفس اليوم عند وصول اللجان في العام الماضي في 2019 تراجع الحوثيون عن ذلك. ونحن عندما سمعنا قبل أيام من انعقاد مجلس الأمن وإقراره نزول لجان وإلزام الحوثيين ذلك، كنا متوقعين أيضا وتحدثنا معهم أنه لا يمكن أن يوفوا بوعودهم إلا أن تكون هناك ضمانات، لكنهم فعلا وقعوا في 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 هذه المسألة. وهذه المرة لماذا لم تضغط الحكومة اليمنية على مارتن جريفيث مثلا، وهو الذي يمثل الأمم المتحدة في الملف اليمني، لماذا لا يتم الضغط عليه أخذ ضمانات على الحوثيين؟ لأن سلامة الأراضي اليمنية من شرقها إلى غربها تعلم أنها مسؤولية الحكومة اليمنية الشرعية، أيا يكن المناطق الخارجة عن سيطرتها فهي أيضا مسؤوليتها. نعم، المشكلة حتى ليست ستكون كارثة بيئية يمنية خالصة، إنما ستكون كارثة إقليمية إن لم تكن دولية. فبالتالي نحن يعني ما يعني تحدثنا كثيرا،
في هذا الجانب، ونبهنا وحضرنا ورفعنا، ونشكر كل من وقف من معنا في هذه المطالبات، منها مؤخرا كانت الإدارة الأمريكية كما ذكرتم في تقريركم، أيضا السفارة الصينية يعني قبل أيام شددوا على هذا الموقف، ولا بد من إلزام الحوثيين باستقبال اللجان وتمكينها من عملها. كتعلمون أخي العزيز أنه ليس لنا قدرات كبيرة جدا على الضغط، ولكننا يعني مستمرون ولم نيأس في مسألة المطالبة والتحذير وإرسال التقارير، مستمرين فيها. ما هي الخيارات الآن لدى الحكومة الشرعية خلال هذا الملف أو تجاه هذا الملف؟ الحكومة الشرعية ليس لها زي ما ذكرنا لكم في هذه خياراتها تجاه هذا الملف الآن، وقد تراجع الحوثيون عن ما كانوا قد تعهدوا به. أخي العزيز، نقول لك أن موقف الحكومة اليمنية وكذا ليس لنا إلا المطالبة والتحذير والاستمرار في ذلك، وجمع أكبر قدر ممكن، لأن هذه هي كارثة تهم الجميع ولا تهم الحكومة الشرعية فقط، إنها كارثة بيئية إقليمية دولية، وبالتالي لابد أن يأخذ الجميع دورهم في ذلك. لكن البعض أستاذ أنور ربما يعيب على الحكومة الشرعية أنها من الناحية الدبلوماسية تحركاتها ضعيفة، حشد المجتمع والعالم تجاه هذه القضية الهامة والتي هي تقع أصلا على أهم الممرات الدولية الخاصة بالطاقة، وأنت تعلم ما الذي أرمي إليه، كان ضعيفا تجاه ربما التحرك الدبلوماسي والضغط الدولي والتحشيد الدولي تجاه هذه القضية والضغط على الحوثيين وأيضا داعميهم. لا أخي العزيز، حتى لن أكون أيضا منصفين، أن هذه التحركات التي حصلت في مجلس الأمن وتحديد وتخصيص لقاءات خاصة في مجلس الأمن لهذه الكارثة كان ناتج عن تحركات دبلوماسية للحكومة الشرعية، لم يكن ناتج عن يعني عن أشياء مصادفة. أيضا هناك تحرك دبلوماسي عبر السفارات، وذكرنا الآن قبل قليل أن هناك تصريح من السفارة الصينية تطالب المتحدة وتطالب المجتمع الدولي بالوقوف ضد هذه الكارثة حتى لا تحدث. جميل. وما زلنا في هذه المطالبات. جميل. أستاذ أنور، هل تتوقع انفراج لهذا الملف قريبا وكيف ستكون؟ نعم، هل تتوقع انفراج قريبا لهذا الملف وإصلاح هذه الناقلة أو نقلها إلى مكان آخر وإزالة هذا التهديد الذي كما أسلفت أنت لا يهدد اليمنيين فقط بل حتى العالم بأسره من خلال التأثير على أهم ممرات الطاقة في العالم؟ نعم أخي العزيز، شوف نحن لا نستطيع أن ندرك أن الحوثيين يريدون أن يستغلون هذه الورقة كورقة ضغط لصالحهم، كانوا من السابق يعني يعدون السبب إلى أنه يريدون المبالغ الخاصة ببيع النفط الموجود، الآن يضعون شروطا أخرى يعني وقد تكون شروطا تعجيزية، وبالتالي هي ما هي تلك الشروط الأخرى التي وضعوها مؤخرا والتي أسميتها بالتعجيزية؟ يعني انسحاب القوات التحالف من المناطق القريبة من الحديدة، توقف ما تقوم به العمليات المشتركة في التحالف من صد لهجمات الحوثيين، يعني أشياء يدخلون الجانب البيئي والإنساني والاقتصادي المتعلق باليمين، يدخلوا أيضا في الجانب العسكري والجانب السياسي لهم، وهذا طبعا في المصطلحات الإنسانية في المصطلحات المعروفة الدولية لا يمكن أن يكون، هو شغل عصابات عندما يأخذ قاطع الطريق أو العصابات يأخذ يهدد أو يحتجز أفراد ليقتلهم ويهدد الغير بهم، نفس العمل هذا يعتبر إذا احسن التمثيل. الأستاذ أنور فيصل الحميري وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. إلى موضوع آخر، أيضا الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتبديد الموارد العامة لإحياء طقوس إيرانية، والحديث هنا عن يوم الولاية الذي بدد فيه الحوثيون الكثير من الأموال، في حين أن اليمنيين كانوا في أمس الحاجة لتلك المساعدات سواء في تهامة أو في صنعاء أو في غيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ما شهدته تهامة مثلا ربما يندأ له الجبين أن يتم تبديد الأموال من أجل جمع الناس ترغيبا وترهيبا، ويتم ترك أولئك الضحايا الذين فقدوا جل ما يملكون، وقبل هذا وذاك فقدوا حتى
مأواهم ومنازلهم. لمناقشة هذا الموضوع يسرني أن يكون ضيوفي عبر الهاتف الأستاذ فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل، كما سينضم إلي الدكتور يحيى الأحمدي كاتب ومحلل سياسي. أستاذ فيصل المجيدي، الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتبديد الأموال، ربما الموضوع قد يكون مؤلم من الجهة الإنسانية، خصوصا أن هناك العديد من الأسر، بل عشرات ومئات الأسر في اليمن محتاجة إلى كل تلك الأموال. هذا الاتهام ما الذي يحمل؟ أحييك أخي الكريم والمشاهدين الأعزاء. الواقع أن ميليشيا الحوثي لا تفكر سوى فيما يدعم سلطتها، فيما يدعم عنصريتها، تفرض الأداوات بشكل لا يحتمل للمواطنين. الناس يعانون من أثار السيول، يعني تتحدث الأرقام الأولية عن 5000 أسرة خارج العراء لا يجدون أين يسكنون، يلتحفون السماء وينامون على الأرض، وما وليس هناك أي اهتمام من قبل ميليشيا الحوثي سوى بمناسبتها العنصرية وإحيائها لما يفرق صف اليمنيين، واستجلابها للمناسبات من الجوانب الإيرانية كما تعلم. وهذه المناسبات في الأساس مندثرة في العالم الإسلامي ولا أحد يلتفت عليها باعتبارها أنها لا تمثل الشعوب، لا تمثل قيم الشعوب، ليست حقا متصلة بالمفاهيم الدينية المعلومة للمسلمين. لكن ميليشيا الحوثي في الأساس عندما تقوم بإقامة هذه الاحتفالات الباذخة وتلزم الموظفين بالخروج ويعني لهذه مناسبة هذه الطائفية وطلاب المدارس وكل ما يتعلق بالحشد من قبل ميليشيا الحوثي، حتى أن الأخبار تتناول بأنهم يجبرون الموظفين على التوقيع في أسلحات لحضور هذه الفعاليات. إذا نتحدث عن ميليشيا طائفية يعني مذهبية توسع الشرخ في الشعب اليمني، تستخدم كل الإمكانيات في حين أن الناس يتضورون جوعا. لو رأيت صور الأطفال في تيامة وفي وأيضا في صنعاء المنكوبة وكل هذه المناطق، تؤكد بأن ميليشيا الحوثي فقط تنفق ببذخ على نفسها. يعني تتحدث بعض الأخبار على أن قيادي حوثي اشترى أرضية في عند ملعب الثورة بما يقارب 10 مليون دولار، ثم ذهب ليتحدث ويخطب في الناس على الزهد ويتحدث عن يوم الولاية. نحن أمام حقيقة في صنف الشخصية لأناس ينهبون كل ما أمكنهم نهبه، سواء في يعني بشكل وقح وبشكل واضح أو من خلال تقنين النصوص التي تعلمها من أجل السيطرة على كل يعني الثروات اليمنية. دعنا نشرك معنا في هذا النقاش الدكتور يحيى الأحمدي وهو كاتب ومحلل سياسي. دكتور يحيى، كما أسلف الأستاذ فيصل المجيدي يتحدث بأن هذه المناسبات هي ليست موجودة في العالم الإسلامي أو الدول العربية بالتحديد ككل أحد يلتفت إليها، بل أن هناك كانت في الأيام الماضية فتوى من العمراني يتحدث فيها أن هذا اليوم بدعة وليس له وجود. إذن لماذا تصر الميليشيات الحوثية على أحياء هذه المناسبة؟ هل هو بالفعل حبا في علي بن أبي طالب أم أن هناك وراء الأكمة ما وراءها؟ دكتور يحيى، هل تسمعني؟ يبدو أن الدكتور يحيى الأحمدي لا يسمعني في الوقت الراهن. أعود إليك أستاذ فيصل، ربما الموضوع الذي تحدثت عنه أن هذه المناسبات اندثرت، فلماذا تصر هذه الميليشيات على أحياء هذه المناسبة؟ هل بالفعل حبا في علي بن أبي طالب إلى الدرجة التي تحرم اليمنيين من قوتهم وتنفقها على هذا اليوم؟ وما الذي سيستفيد منه أصلا رجل مات قبل 1400 سنة؟ أم أن هناك أبعاد ومغازي لهذا الاحتفال سياسية بالدرجة الأولى؟ في سؤالك يكمن الجواب. ميليشيا الحوثي ليست في وارد حقيقة تعظيم الإمام علي، وليست في وارد تعظيم المناسبات الدينية، بقدر ما هي تحاول أن تجدد لنفسها الحق من ناحية دينية، من ناحية اللاهوت بكونها تمثل قرار السماء، وبالتالي إحيائها لهذه المناسبة التي اخترعوها هم، وهي خرافة بكل تأكيد، واستدعاء للنصوص وحشد للأدلة التي لا يلتفت إليها أحد وحرفها
عن آسيا تسعى من خلالها لتجديد الولاية للكاهن عبد الملك الحوثي زعيم العصابة، الذي يريد من خلالها أن يقول لليمنيين بأن ناصبه متصل بولاية الإمام علي، ومن ثم فإن الله قد أقره حاكما على الأرض كحاكما بأمره سلطه على رقاب اليمنيين، وبالتالي من خلال هذه الخرافة يريد أن يمجد لنفسه والتوسع لحكمه، بمعنى الاستدعاء لهذه المناسبات المندثرة كل ما هنالك، أنه يريد فقط أن يقول بأن يعني هو وريث العرش، هو الوريث بأمر السماء. نحن أمام حقيقة يعني أفكار لم يعد لها مكان في القرن 21، ليست حقيقة، لا تنتمي لهذا الزمان، لا تنتمي لهذا المكان. بل أن البعض أستاذ فيصل حتى يطرح بأنها لا تنتمي حتى إلى عصر النبوة، وذلك العصر الذي كان النبي الأعظم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمتلك من الشجاعة ومن الإيمان ما يخوله بأن يقول أن خليفته هو علي بن أبي طالب، وأيضا عمر وأبا بكر وغيرهم من الصحابة الكرام. وهنا أعود إلى الدكتور يحيى الأحمدي، ربما لو استمعت إلى خطابات جماعات وقيادات ميليشيات الحوثي في يوم الولاية تدرك من اللحظة الأولى مدى استخفافهم بالعقول ومحاولة التضليل من أجل أن يذهبوا إلى حقيقة بأن الحكم لعبد الملك الحوثي بأمر السماء ولا نقاش فيه. هذا يتصادم مباشرة مع مبادئ وقيم الجمهورية ودستور الجمهورية وحتى مبادئ الديمقراطية. كيف يمكن الآن الحديث عن تشاور وعن حلول سياسية تقودها الأمم المتحدة مع جماعة تؤمن في عقيدتها وفي فكرها بهذا الفكر ولا تريد حتى الذهاب إلى تشكيل أحزاب سياسية؟ كيف اليمنيين التعايش سياسيا مع هذه الجماعة؟ نعم أخي الكريم، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام والمشاهدين. ما يجري لا يتصادم فقط مع مبادئ الدستور والقانون، وإنما يتصادم مع أيضا المنطق والعقل. لا يمكن أن يصدق عقل مثل هذه الخرافات التي يعني للأسف الشديد لا يتم فقط إجهاد اليمنيين بما وصلوا إليه، وإنما الاستخفاف بعقولهم. كان الأولى اليوم أن يكونوا أكثر الناس حرجا من هذا المستنقع الذي وضعوا الناس فيه، لكنهم جاءوا ليتقوا بهذا الموروث الذي لا يصدقه جاهل ولا يمكن أن يتعاطى معه الناس، وجاءوا لكي يلووا ذراع الناس بالنصوص الدينية التي لا تمنحهم لا الحق في أن حتى يتحدثوا بهذا الشك وبهذه المهانة التي تمس الثوابت الدينية والمقدسات وتمس الصحابة وتمس المعتقدات الدينية. كل هذه ضربوا بها عرض الحائط وجاءوا ليحدثوا الناس بكل أسف وبكل سخرية وبكل عدو استهتار بعقول الناس، وجاءوا ليتحدثوا عن هذا الجريمة، جاءوا ليضعوا ليسبقوا هذه الجريمة التي ارتكبوها لحق اليمنيين بالصباغ الديني وبالتعاليم الدينية التي ما أنزل الله بها. إذن دكتور يحيى، إذن هنا ربما السؤال الأبرز، ما قيمة كل التفاوضات التي والتشاورات والتفاهمات السياسية التي تتحدث عنها الأمم المتحدة وأنه يمكن الوصول مع هذه الجماعة إلى تفاهم وحل سياسي، ما قيمتها؟ ألا تبدو عبثية؟ يا أخي الكريم، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، أمريكا اليوم الكونجرس الأمريكي يدعو اليوم إلى اجتماع وإلغاء الدعم للميليشيات الإيرانية التي في العراق التي تقول الموت لأمريكا. هذه مسألة واضحة جدا، هذه الغرب والمجتمع الدولي وجد بغيته في هذه الجماعة التي سهلت التجارة، هي تجارة، هي موسم للتجارة وبيع الأسلحة وابتزاز العرب وابتزاز الأموال العربية وابتزاز السياسة العربية وكل ذلك عبر هذه الأزرع التي للأسف الشديد سلمت القرار العربي وسلمت الثروة العربية لأمريكا على طبق من ذهب وللغرب، وبالتالي هم حريصون على بقاء هذه الميليشيات. لا يمكن لنفترض أن هذه الجماعة في أمريكا وبدأت تروج مثل هذه الخزعبلات ومثل هذه الأفكار الشيطانية التي لا يؤمن بها عاقل ولا يؤمن بها حتى الأطفال، لا يؤمنوا بهذه الخزعبلات، كيف سيكون حال أمريكا؟ كيف ستتقبل هذا الموضوع؟ أنا أقول بأن هذه أزرع تتوفر للغرب عملية ابتزاز العرب وابتزاز المشروع العربي والقرار العربي، وبالتالي أيضا
تسهل لهم الحصول على الأموال بالطريقة التي لم يكونوا يحصلوا عليها لولا وجود هذه الجماعات. أستاذ فيصل المجيدي، مارتن جريفيث اليوم أو في الغد سيكون في الرياض حسب معلومات تداولتها الصحف والمواقع الإلكترونية من أجل إقناع الحكومة الشرعية برؤيته للحل السياسي الشامل. طبعا هذه الرؤية التي كانت الحكومة قد رفضتها سلفا، مع كل هذا التنمر الذي تقوم به ميليشيات الحوثية وأيضا زرع الفكر الطائفي المتخلف الرجعي في عقول النشء والشباب، ما هي خيارات الحكومة الآن أمام ما يطرحه مارتن جريفيث وأيضا أمام هذه الميليشيات؟ أستاذ فيصل، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل. أشكره جزيل الشكر، كان ضيفي عبر الهاتف. أيضا الشكر موصول للدكتور يحيى الأحمدي الكاتب والمحلل السياسي. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج واي، من برنامج الصحافة اليوم. غدا نلتقي بحلقة جديدة، إلى اللقاء.